ينخل الفساد جميع مفاصل الدولة العراقية منذ احتلال البلاد عام 2003 وحتى الآن، ولم يترك ملفا في العراق إلا وتغول فيه بسبب السياسات التي تنتهجها الأحزاب الحاكمة. مو ذاك الانترنت بالعراق مقارنة بالفلوس يعني اللي ادفعها كل شهر، مو ذاك الانترنت اللي يجيني قوي، ويعني مثلا ارتاح مثلا من اراسل اصدقائي، اتصفح بالانترنت، مو ذاك الانترنت يعني زين. اكثر يجي هسه حاليا اعتقد ميجات 12 ميجا اكثر شيء يصل، بينما يعني وصل دول الخليج 900 ميجا بايت العفو، فقضية كبيرة كل شيء. ولعل أحد أكثر أبواب الفساد غموضاً بالنسبة للعراقيين ذلك الذي يعتري ملف خدمة الإنترنت في العراق، فبالرغم من كثرة الوعود التي قدمتها الحكومة طيلة السنوات السابقة لتحسين الإنترنت، إلا أن العراقيين يعانون من ضعف الخدمة المقدمة لهم وارتفاع أسعار الاشتراك فيها، وفي الوقت الذي أكد المراقبون أن جميع الشركات المشغلة لخدمة الإنترنت في العراق تفتقر إلى عقود نظامية نزيهة مع الحكومة، وأن حيتان الفساد في وزارة الاتصالات هم من تسببوا بتردي خدمة الإنترنت في البلاد. قال وكلاء شركات الإنترنت أن وزير الاتصالات لا يفقه شيئا عن عمل وتوزيع الخدمة في البلاد. السبورت مع الشركة، السبورت قوي، احنا السبورت على مدار 24 ساعة يجينا ومتواصل، بس المشكلة قاعد يصير استفزاز من الحكومة للشركات، والدليل يطلع لي وزير الاتصالات، وزير اللي مفروض هو القدوة، يعني القدوة انه يقول ايه المشكلة والضعف يصير من الوكيل، والسبب انه الوكيل يخلي اربع مشتركين، العفو يعني اربع يوزرية يدمجهم باشتراك، هاي يعني معناته الوزير ما مفتهم اصلا آلية العمل مال شركة مال يعني خدمة الانترنت والطريقة اللي يوصلها الوكيل للمشتركين. خدمة الانترنت في العراق تعد من أسوأ الخدمات على مستوى الوطن العربي وأكثرها تكلفة، لا سيما بعد أن بات سوق الانترنت في العراق محكوماً من قبل الشركات التي تتبع الأحزاب والكتل السياسية، لتصبح عقود وزارة الاتصالات من أكثر العقود الحكومية فساداً والتي تسببت بهدر كبير في المال العام.